Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hello everyone. Welcome in this workshop, Point of Care Testing. And this workshop will be presented by Dr. Mujtaba Ahmed Muhammad Al-Toum. The learning objectives of this workshop. Upon completion of this workshop, the participant should be able to do the following. Define the point of care testing, which abbreviated as POCT. Determine the potential advantages and disadvantages of point of care testing. Explain the laboratory regulations of point of care test. Explain what basic structure is required to manage a point of care test program. Also to explain the nuts and bolts process of implementing point of care test, and to identify the types of point of care test analyzer, and to state the basic principles behind common point of care test applications. إن شاء الله في الورشة بتاعتنا دي حنتكلم عن مفهوم الـ Point of Care Test. حنعرف يعني شنو لما نقول الـ Point of Care Test, what is the definition of Point of Care Test. برضو حنتكلم عن المحاسن والمساوئ بتاعت الـ Point of Care Test, يعني حنركز على الـ Advantages الممكن نستفيد منها في من برنامج الـ Point of Care Test. وبنفس الصورة حنتكلم عن الـ Disadvantages والمشاكل الممكن تواجهنا في البروجرام ده. برضو حنتكلم عن دور المختبر في تنظيم الـ Point of Care Test Program. برضو حنتكلم عن الـ Basic Structure that required to manage the Point of Care Test Program. برضو حنتكلم عن الـ Process of Implementing the Point of Care Test Program, يعني احنا لو عايزين نطبق برنامج الـ Point of Care Test Program في المستشفى أو في المركز أو في الكلينيك حقنا, المطلوب مننا شنو. برضو حنتكلم عن The most common types of point of care test analyzers, أكثر أنواع الـ point of care test analyzer المستخدمة حاليا شنو. برضو حنتكلم عن الـ basic principle of these applications or of these analyzers. طيب, from the beginning, look carefully at this picture. كده خلينا نركز في الصورة دي بتحكي شنو. لو ملاحظين, from left to right, من الـ patient arrived to the hospital, بكون في a lot of processes. البروسيس دي ممكن نقسمها ل two types. في البروسيس regarding the conventional testing procedures, اللي هو ده التسلسل الطبيعي لأي مريض مما يدخل المستشفى أو المركز لغاية ما يحصل له discharge أو admission to the hospital. وعندنا البروسيس الثاني regarding the point of care test. واضح جدا إنه في a lot of steps reduced in case of point of care test program. يعني في مجموعة من الخطوات نحنا ما محتاجين لها في point of care test program. طيب كده نبدأ بـ conventional testing procedure. طيب مجرد ما المريض يصل المستشفى, واتذكر انه نحنا في الايام دي في الموجة بتاعت كورونا لسه موجودة, فاول حاجة هيحصل له شنو, هيمر بمركز العزل او بالترياج, يعني ده الناس الايزوليشن. خلاص هيقوم يعمل له evaluation, هل العيان بيعاني من اي واحدة من الاعراض والعلامات بتاعت الكوفيد 19 ولا ما في. مثلا يقوم يقيسوا له التمبريتشر, يقوم يشوف مثلا هل عنده كف, هل عنده مثلا في راني نوس, هل في شورتنس اوف بريث اند سو اون, على حسب السكورينج. يتاكد انه العيان ده ما عنده واحدة من الاعراض او العلامات بتاعت الكوفيد 19, او في اعراض لكن ما بتتطابق مع الشارت أو السكور بتاع الكوفيد 19, فبعد ذاك بروسيد فورورد. طيب دخل المستشفى, قابل الطبيب, الطبيب أخذ منه الهيستوري وطلب الانفستيجيشنز. مجرد ما يطلب الانفستيجيشنز بيكون المريض مشى المختبر, هيشيلوا منه العينة, فبالتالي عندنا كولكت اوف سامبل, شالوا منه العينة, بعد شويتين هيقول له ينتظر لغاية ما الريزلت تطلع. هيحصل سامبل بروسيسنج, يعمل بروسيسنج للسامبل عشان تبقى ready for analyzing. يمشي الخطوة البعدية, هيحصل perform للتست, هيحصل analyzing للتست. خلصنا الاناليسيس, هيجي الخطوة بتاعت compile test results, يعني هنقوم نعمل reporting للتست result, ننزلها في الفورمات حقتنا. بيجي الخطوة اللي بعديها بعد ذاك بندي البيشن أو الكوبيشن, النتيجة يرجع بها تاني للطبيب, وهناك الطبيب يقوم يعمل لنا شنو انتربريتيشن للتست ريزلت, ويحدد هل
الريزلت ماشي مع البروفيجنال دايجنوز اللي هو خدته ولا لا. بعد الخطوه دي بعد ذاك بنجي المرحله الاخيره بتاعت ايزر بيشنت ادميتد اور ديسشارج، هل المريض بيحتاج انه نحجزه في المستشفى ولا ممكن نكتب له العلاجات او الطبيب يكتب له العلاجات وبعد ذاك يحصل له ديسشارج جو تو هوم. لو ده التسلسل الطبيعي في اي بروسيس بيحصل لما مريض يجينا في المستشفى لغايه ما يرجع البيت او يحصل له ادميشن. On the other hand regarding the point of care test بنلقى انه خطوة التراجع طبعا خطوة مشتركة فيهم الاثنين، الاختلاف بيكون مجرد ما خلاص الفيزيشن او الطبيب شاف المريض كتب الريكويست والمريض شال التست ريكويست ومشى المختبر سحبوا منه العينة. بعد ما سحبوا منه العينة نلاحظ في حاجة معينة خلاص في البوينت اوف كير تيست، ما بالضرورة السامبل كولكشن او الانالايزنج اوف سامبل يتم في داخل المختبر، ممكن يكون outside the laboratory، ممكن يكون at the physician room في الغرفة بتاعت الطبيب أو العيادة بتاعت الطبيب ذاتها، ممكن تكون مثلا at the clinic خلاص لو كان عندنا مركز صحي، ممكن تكون at the pharmacy، ممكن تكون في الصيدلية، ممكن تكون مثلا في النيرس روم، ممكن تكون في أي حتة، يعني ما بالضرورة تكون في داخل المختبر، ممكن تكون outside the laboratory. فبالتالي طوالي مثلا الفيزيشن او النيرس الموجود او الورك ستاف الموجود يكون بيعمل سامبل كولكشن، بيعمل طوالي لودينج للسامبل او انالايزنج للسامبل في الانستريمنت الموجود في الكلينيك روم مثلا، انالايزنج للريزلتس طوالي الريزلت بترجع للطبيب مباشره، اللي هو ممكن يكون الجهاز قريب من الطبيب جنب الطبيب، فطوالي الطبيب بياخذ الديسيشن هل العيان محتاج انه يعمل له ادميشن بعد ما عمل حدد الدياجنوز وصل له، هل العيان محتاج لادميشن ولا ديسشارج. فبنلقى انه المين ديفرنس بين الكونفنشنال تيستينج بروسيدر والبوينت اوف كير تيست، فانه البوينت اوف كير تيست عندنا الميزه بتاعت التايم سيفينج، بنحافظ على الزمن، بنقلل الزمن. لو ملاحظين في الخطوات الكثيره في داخل المختبر دي ممكن تحتاج لها مثلا بين 1 تو 2 اور 3 اورز، نحن هنا ممكن في البوينت اوف كير تيست within 3 minute or 5 minute بنقدر نصل للريزلت، وبعدين على اساسه بناخذ الديسيشن هل العيان ادميتد اور ديسشارج. فالصوره دي بتوضح لنا الفرق الكبير بين الكونفنشنال تيستينج بروسيدر والبوينت اوف كير تيست. سو ذا بوينت اوف كير تيست از ديفايند اس ذوز اناليتيكال بيشنت تيستينج اكتيفيتيز بروفايدد ويذين ذا انستتيوشن but performed outside the physical facilities of the clinical laboratories. يعني الـ point of care test مجموعة من الـ analytical testing activities، مجموعة من الفحوصات المعملية المخبرية اللي ممكن نعملها، مجموعة من الـ investigations بتتعمل مثلا في المركز أو في المستشفى أو في العيادة المعينة، but performed outside the physical facilities of the clinical laboratories. لكن في الغالب نحن ممكن نعملها outside the laboratory، يعني ما بالضروره تكون في داخل شنو، في داخل المختبر، زي ما قلنا ممكن تكون في غرفه الطبيب، ممكن تكون مثلا في غرفه العمليات، ممكن تكون مثلا في العنايه المكثفه، ممكن تكون مثلا في العنايه الوسيطه، whatever outside the laboratory. The point of care test is also known by many names including near patient testing, extra laboratory analysis, ancillary testing, bedside testing, physicians office testing and alternative site testing. يعني دي كلها تعتبر synonyms او مترادفات لمصطلح البوينت اوف كير تيست. يعني بنلقى في 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 اماكن كثيره الناس بتشير للبوينت اوف كير تيست باعتباره انه near patient testing، يعني الفحوصات اللي بتكون قريبه من شنو، من البيشنت، او extra laboratory analysis اللي هو outside the laboratory and so on. A convenience for the patient and physician point of care test bring the laboratory to the patient. قلنا من الحياة السهلة جدا جدا، وبنلقى انه يعني البيشن والفيزيشن بكون ساتيسفاي في انه يعملوا، او مثلا الفيزيشن يعمل التست within his office، وبالتالي باعتبار انه احنا كأنه نقلنا المختبر لمكان المريض. طيب the point of care test is increasingly being used not only in the emergency department or operating rooms and intensive care units
but also in the clinics, physician office, nursing homes, pediatric units, pharmacies, counseling centers, and ambulances. يعني في كل ال الأريز دي ممكن إحنا نقدر نعمل ال point of care test program. يعني استخدامه بيجي كتير جدا جدا في الإميرجنسي رومز في الإيرز وفي الأوبريتنج رومز في غرف العمليات وحتى في غرف العناية المكثفة أو العناية الوسيطة. لكن برضو ما مقتصر على الأماكن ده، حتى ممكن نلقاه زي ما نقول في عيادة الطبيب، ممكن نلقاه مثلا في النيرسينج هومز، ممكن نلقاه في البيدياتريك يونتس، حتى في إيفن في الصيدليات. يعني ناو ديز بنلقى كتير جدا جدا، بتلقى مثلا في الفيرمسي مكتوب لك إنه مثلا يوجد فحص السكري، أو مثلا يوجد مثلا فحص أو كشف للضغط أنسؤن. فدي كلها ممكن تعتبر شنو واحدة من التايبس بتاعت البوينت أوف كير تيست. Advances in medical, analytical, and engineering technologies in the last two decades led to appearance of large number of portable measurement devices for a variety of the different analytes. يعني نلقى إنه البرنامج بتاع Point of Care Test nowadays يعني بقى مستخدم بصورة كبيرة جدا جدا، تبع لذلك في تطور في التكنولوجيا، تطور في الأجهزة المستخدمة، وبقى ممكن تكون بصورة أسهل والأجهزة يعني أحجامها مناسبة، ممكن تتنقل من مكان لآخر بكل سهولة ويسر. These include tests for electrolytes, glucose, hemoglobin A1C, urine analysis, pregnancy test, drugs of abuse, therapeutic drug monitoring, occult blood or hidden blood gases or arterial blood gases or venous blood gases analysis, coagulation tests, enzymes and cardiac markers. These are examples. يعني دي أمثلة للفحوصات المستخدمة nowadays بال point of care test. يعني كل ال analytes أو measurements دي ممكن تتم لي للparameters دي عن طريق ال point of care test. الصورة دي بتوضح لي نماذج للأجهزة ال different analyzers that use in point of care test program. يعني في a lot of instruments, a lot of devices، وتبع لذلك في a lot of parameters that can be measured through a point of care test program. The point of care test is also available for infectious diseases such as human immune deficiency virus HIV, gonorrhea, syphilis, streptococcus, influenza, fungal infections and even tuberculosis. يعني كل infectious diseases برضو nowadays ممكن نعمل لها detection or diagnosis عن طريق ال point of care test program or point of care test analyzers. The point of care test offers several advantages compared with central laboratory testing. قلنا أهم الأشياء اللي بتميز ال point of care test مقارنة مع central laboratory test، بنلقى إنه في time saving through the point of care test program. في other advantages هنتكلم عنها إن شاء الله، لكن the main advantage اللي هو time saving. So the major advantage of point of care test is faster delivery of the result. As I said, the point of care test is designed to work with the flow patient management and care, allowing the physician to order and perform the test immediately and make a medical decision. اللي هو قلنا ميزته انه بخلي الفيزيشن يعمل الفحص بصورة سريعة وطوالي على اساسه ياخد الديسيشن ميكينج. The other example, the difference between the point of care test and the provisional testing through the medical laboratory. ده مثال تاني بوضح ليا الفرق بينه. فبنلقى انه في a lot of instruments that use in point of care test program. مثلا عندنا واحد من الاجهزه المستخدم nowadays بكثره بالاخص after the COVID-19 اللي هو عندنا زي الجين اكسبيرت سيستم اللي هو زي السيفايد، ممكن يعمل لنا ديتكشن لل COVID-19، ممكن يعمل لنا ديتكشن ل مثلا ال HIV للتوبركلوزيس and so on. في برضو other instrument depend in immunological reactions، في جزء منها ممكن تعتمد على different principles and different techniques. هنتكلم عن المين difference أو disadvantages and advantages of point of care test. هنشوف المحاسن الممكن نجنيها من point of care test بنفس الصورة، المساوئ و
المشاكل ممكن تواجهنا في البوينت اوف كير تيست شنو، بعد ذلك ممكن نتفاداها او نحاول نقللها. طيب the first of all في الادفانتج عندنا convenience for both physician nurse and patient، قلنا بكون سهل وبسيط جدا جدا للطبيب و او الممرض وكذلك البيشن. Also reduce the turnaround time for test results to expedite medical decision in operating room, emergency room and intensive care units. برضو قلنا بيعمل لنا minimizing the turnaround time اللي هو مما المريض دخل المستشفى لغاية ما النتيجة طلعت، وعلى أساس الفيزيشن حدد إنه العيان هل يحصل له admission ولا discharge. فبنلقى إنه turnaround time برضو عن طريق point of care test بيحصل له reduced to minimum amount. Also, reduction in clinic visits, hospital admission, and length of hospital stay due to faster lab service. قلنا لأنه النتيجة بتطلع بصورة سريعة، فبالتالي ده بتنعكس على ال patient situation، على عدد مرات زيارته للمستشفى، على ال hospital admission. بنفس الصورة برضو الوقت اللي بيقضيه المريض مثلا اللي هو الادميتد بيشنت تو ذا هوسبيتال، يعني مثلا احنا عيان مثلا حصلوا ادميشن للهوسبيتال فور 2 دايز اور 3 دايز، في فحوصات معينه المفروض تتعمل على اساس ان احنا بنحدد انه العيان ده هل بعد ده نعمل له ديسشارج ولا يقعد ثاني ياخذ له مثلا فتره معينه. فكل ما احنا استخدمنا فحص جهاز ممكن يدينا نتيجه في وقت اسرع، لازم بالضروره لازم تكون نتيجه دقيقه وموثوقه، يعني في وقت اسرع معناه احنا بكون قللنا شنو، قللنا الوقت، قللنا اللينكس اوف هوسبيتال ستي، وفي نفس الوقت قللنا برضو شنو ال 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 الوقت المفروض يقعد المريض، الوقت الاضافي المفروض يقعد المريض مثلا في البيت ولا في الحته المعينه لغايه او في العنبر لغايه ما يتحصل على الريزلت. Also better patient management due to improve visibility and interaction with patient. يعني برضو بنلقى انه من الميزات الكويسه جدا جدا اللي بيقدمها لنا برنامج البوينت اوف كير تيست، بنلقى انه في دايركت انتراكشن بين الفيزيشن والبيشن، وفي نفس الوقت بينعكس بصوره ايجابيه على البيشن مانجمنت، لانه بيكون في دايركت انتراكشن بين بيشن اند فيزيشن، بيعمل الفحص طوالي يديه الفيدباك، يوري العيان النتيجه اللي حصل فيها شنو، يوريه الدياجنوز بصوره سريعه. Also decrease the manpower needs associated with test requesting and reporting. لو برضو بنقلل الحوجة، يعني مثلا لو كان في البروفيشنال او في السنتر لابوراتوري محتاج لعدد كبير من الاستاف، هنا في البوينت اوف كير تيست ممكن الفيزيشن هو ذاته يقوم يعمل شنو، يعمل لنا التيست او الفحص المعين، وبالتالي ممكن نقلل شنو المان باور. Also finger stick point of care test is less traumatic for patient as smaller sample volume is required. يعني مثلا برضو من الميزات الكويسه جدا جدا اللي بيقدمها لنا البوينت اوف كير تيست انه السامبل ممكن شنو الفينجر ستيك سامبل او الكابيلاري بلود سامبل ممكن تقضي لنا الغرض، يعني فبالتالي ما بكون شنو ما بكون في لاي تروماتيك مقارنه مع الفلويد اللي ممكن نسحبه عن طريق السيرينج اللي هو الفينوس بلود ثروزا سيرينج. Also improve cost of overall patient care. ال overall patient care برضو بنلقى improved through the point of care test. On the other hand the disadvantages include المشاكل ممكن تواجهنا في ال point of care test, difficulties with documentation of test results, billing and regulatory compliance. واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا في ال point of care test reporting or documentation of the test result، لأنه أنت في النهاية بكون الجهاز حقك ممكن ما يطلع لك الريزلت، تكون مثلا في صورة بتاعت بيبر أو حاجة بالشكل ده، إلا إذا أنت مثلا قمت وصلت بنظام بتاع laboratory information system أو بداتا management system، في الحالة ده ممكن تعمل reporting للريزلت. Otherwise ممكن تواجهك صعوبة في reporting of the test result أو documentation of the test result، أو تحدد لك يكون في manual system، يعني يكون في دفتر بكتب اسم المريض والفيزيشن او النيرس
العمل الفحص والريزلت بتاعت المريض طلعت كم والتوقيت كان كم. Otherwise بنلقى في صعوبة في documentation of the test result. Also maintenance of quality control and quality assurance is difficult as anyone can run the analysis. لأنه في مجموعة من الworkers ممكن يقوم يعمل لنا point of care test، فبنلقى إنه اتباع quality control quality assurance بيكون بالصعوبة من مكان، لأنه ما كل الناس بيكونوا بس المدربين بصورة enough عشان يقدروا يتبعوا علينا إجراءات quality control quality assurance في point of care test. Also there is pre-analytical, analytical and post-analytical issues are not recognized easily as tests performed by non-laboratory individuals. برضو في precursors مفروض احنا نلاحظ لها في pre-analysis وفي analysis وفي post-analysis. دي اكتر حاجة بلاحظوا لها laboratory staff لانه بكون مركزين وفاميليال بصورة اكبر بالخطوات دي. ففي بعض الissues اللي بتكون في pre-analytical مثلا type of sample, patient preparation خلاص and so on، دي ممكن نلقاها مثلا يعني لو ما ركزنا عليها ممكن نقدر ممكن نعمل collection للسامبل بصورة incorrect في انها تطلع علينا incorrect result. ففي a lot of analytical, pre-analytical and post-analytical issues بنلقى انه non-laboratory staff not familiar with them. Also inter-individual variability in point of care test results may be greater when compared with central laboratory testing. يعني مثلا في فروقات ممكن تكون في فروقات كبيرة يعني لنفس العينة إذا عملها physician وعملها nurse staff أو زول آخر. كلام ده في ال point of care test. ال variability ده مثلا في المختبر تكون قليلة باعتبار أنه كل laboratory staff there are laboratory specialists، فبالتالي inter variability ممكن تكون قليلة مقارنة مع ال inter variability اللي بتكون في ال point of care test. فعشان كده إحنا محتاجين لأنه individuals اللي بيشتغلوا ال point of care test لازم يكونوا they well trained ويكون expert enough عشان يقدروا يدون النتيجة تكون accurate and reliable. Managing reagent supply and storage at multiple sites can be problematic. لأنه في جزء من ال experiment بتحتاج لreagents بتحتاج لsupplies، ونحن ممكن في المختبر ما نواجه المشكلة دي لأنه بيكون مثلا عندنا storage بصورة واضحة، بيكون مثلا عندنا refrigerator and so on and so on. فهنا في ال point of care test لأنه بيكون في multiple sites والجهاز ممكن ننقل من حتة لحتة، فممكن تكون في مشكلة تواجهنا في reagent supply في storage ما يكون بصورة proper. Central lab test result and point of care test result are not always comparable due to difference in specimen types, technology and interfering substances. ونحن قلنا لازم نحاول بقدر الإمكان إنه نقلل الديفرنسز بين الريزلت اللي بيجينا من البوينت أوف كير تيست وبين الريزلت اللي بيجينا من السنترال لابوراتوري. خلاص عموما ممكن تكون في فروقات لكن المفروض ما تكون فروقات تأثر على الدياجنوز حقي. ليه؟ لأنه أصلا الفروقات دي منطقية، لأنه مثلا إحنا as example بلود جلوكوز، نحن البلود جلوكوز في المختبر بنشتغل عليه سيرم أو بلازما، لكن في البوينت اوف كير تيست مثلا بالجلوكوميتر بنشتغل على كابيلاري بلود، فهنا بكون هول بلود خلاص. وتبع لذلك بيكون في ديفرنس في الانترفيرنج سبستنسز، الاشياء اللي ممكن تاثر لي على التست ريزلت حقتي، فبالتالي بيكون في فاريشن، لكن احنا بقدر الامكان تراي تو مينيمايز ديفرنسز بتوين ذيس ريزلتس. فواحده من المشاكل الكبيره جدا اللي بتواجهنا في البوينت اوف كير تيست سام تايمز ممكن نلقى فيه فاريشن بتوين point of care test and results that comes from central laboratory. طيب also the management of point of care test is challenging. There are numerous operators to train, multiple sites to manage and hundreds of point of care tests to available. بالتالي قلنا البرنامج بتاع management of point of care test program برضو بكون من الصعوبة ومكان مقارنة مع central laboratory، لأنه قلنا في a lot of individuals ده ممكن يعملوا علينا point of care test. فدي المين ادفانتيج والديز ادفانتيج ريليتد تو ذا بوينت اوف كير تيست بروجرام. طيب هنتكلم عن اللابوراتوري ريجوليشنز ريجاردينج ذا بوينت اوف كير تيست. نحن لو عايزين نعمل ابلكيشن او امبلمنتيشن لبوينت اوف كير تيست بروجرام ان اور هوسبيتال اور كلينكس، اللابوراتوري ريجوليشنز المحتاجين ليها شنو؟ طيب اهم حاجه في اللابوراتوري ريجوليشنز الاكريديتيشن اللي هو الاعتماديه، ان احنا اي فحص بنختار واي فحص
بنقدر نطبقه في البوينت اوف كيرتس. First of all, accreditation. So, in the United States, the laboratory testing for patient care with limited exceptions requires a clinical laboratory improvement among them certificate. يعني احنا بنضرب مثال مثلا بواحدة من الدول المتقدمة او المتطورة في المجال ده، الولايات المتحدة. فاللابوراتوري تيستينج فور بيشنت كير معظمها بتحتاج لانه يكون في اكريديتيشن جاي من الكلينيكال لابوراتوري امبروفمنت امند اللي هو السي ال اي اي سيرتيفيكيت. والسي ال اي اي عبارة عن اللي هم ممكن نسميها يعني مؤسسة تمت الموافقة عليها إنشاءها عن طريق الكونغرس الأمريكي، واستابليش كواليتي ستاندردز فور اول لابوراتوري تيستينج they by ensuring the accuracy, reliability and timelines of patient test results regardless of where the test was performed. يعني ال CLI دي أهميتها في إنه تحدد لنا الكواليتي ستاندردز المعينة المحتاج لها، في إنه بعدين النتيجة بتاعتنا لازم تكون accurate وتكون reliable وتكون timely. تمام، بغض النظر عن يعني إنه نحن عايزين نعمل الفحص في أي مركز أو في أي مستشفى، في أي حتة نحن عملنا laboratory investigations لازم تكون الأشياء دي متوفرة accurate، لازم الرزلت تكون accurate, reliable and timely. The requirements are based on the complexity of the test and not the type of laboratory where the testing is performed, point of care test or central laboratory. يعني requirements بتاعت CLIA بتعتمد mainly على the complexity of the test result. يعني التست هل سيمبل اور ميديوم كومبلكس اور هاي كومبلكس، يعني دائما على الديجري اوف كومبلكسيتي اوف ذا تيست ريزلت ريذر ذان ذا تايب اوف لابوراتوري. ما بيعتمد على نوع المختبر شنو، لكن بنركز على التايب اوف تيست. اول لابوراتوريز بيرفورمينج بوينت اوف كير تيست ماست بي سيرتيفايد اندر وان اوف ذا فايف تايبس اوف CLIA سيرتيفيكيتس ليستد ان ذا تيبل. يعني نلقى انه كل اللابوراتوري الممكن تعمل لنا performing the point of care test لازم تكون تحت واحدة من different types of CLIA certificate. طيب عندنا مثلا class 1 عندنا certificate of waiver، و certificate of waiver which it is issued to lab to perform any waived test. حنيجي نتكلم ان شاء الله عن يعني شنو لما نقول waived test. عندنا certificate of registration، و certificate of registration issued to the lab that enables that entity to conduct moderate or high complexity lab testing or both. يعني certificate of registration دي الشهادة أو الرخصة دي بنمنحها أو بتمنحها CLIA للمختبر الممكن يؤدي لي شنو moderate or high complexity laboratory test or both. في certificate of provider performed microscopy procedure اختصارا PPMPS اللي هو abbreviated for provider performed microscopy procedures which it is issued to lab in which a physician, mid-level practitioner or dentist perform no test other than microscopy procedures which permit the lab also to perform the waived test. يعني الشهادة دي بمنحوها لمثلا الفيزيشن او الميد-level practitioner او طبيب الأسنان اللي هو ده ممكن يعمل ليه شنو؟ يعمل ليه بعض الفحوصات اللي بتتطلب إنه يكون فيها استخدام للميكروسكوبي بروسيدرز. يعني مثلا العينة ما بتتحمل إنه ننقلها مثلا من عيادة الأسنان للمختبر أو مثلا من غرفة الطبيب للمختبر، خلاص؟ فدي بتطلب إنه نقوم نطبق فيها point of care test، وبنفس الصورة بتاخد مثلا certificate for PBMBS. حاجة إضافية برضو certificate for PMBS برضو بتسمح لي في إنه ممكن نعمل الwaived test as point of care test program. في certificate of compliance which issued to lab after an inspection that find the lab to be in compliant with all applicable CLIA requirements. اللي هو ده بعد المختبر يكون مطبق كل requirements for CLIA في الحالة دي ممكن ياخد certificate of compliance. في certificate of accreditation which issued to lab on the basis of lab accreditation by an accreditation organization approved by the healthcare finance administration. اللي هو دي هنا دي شهادة بتاعت الاعتمادية، فدي بيكون في requirements للaccreditation من جهة
بتكون مخول لها انه تمنح الاعتماديه للمختبرات المختلفه. فبالتالي بعد ما تجي للجهه دي وتعمل اسسمنت او ايفالويشن للمختبر المعين، كل الريكويرمنتس اوف اكريديتيشن تكون موجوده وفلفل بصوره بروبر، بعد ذلك ممكن تمنح الشهاده بتاعت شنو الاكريديتيشن. عندنا ال CLIA which is abbreviated for clinical laboratory improvement amendment، عند ال POCT point of care test، عندنا ال PPMP provider performing microscopy procedure. هنيجي نتكلم بالتفصيل شوية عن أنواع الفحوصات اللي تكلمنا عنها دي، different type of certificate. طيب the tests are classified based on their complexity. قلنا دائما الفحوصات على حسب الاكريتيشن بينقسمها على درجة الكومبلكسيتي بتاعتها، whether simple or heavy, moderate or high complex and so on. The Food and Drug Administration FDA uses several criteria to assign complexity to any test. And the three categories are heavy test, moderate complexity test and high complexity test. يعني نلقى انه Food and Drug Administration اللي هو هيئة الدواء والغذاء الأمريكية دي هي اللي بتقدر تصنف لنا الفحص، هل هو فحص بسيط ولا فحص متوسط التعقيد ولا عالي التعقيد. السيمبل تيست بنسميه الويفي تيست، والويفي تيست ار كاتيجوري اوف ا تيست ديفاين باي سي ال اي اي such as deep stick test, urine pregnancy test and blood glucose monitoring devices which are subject to the lowest level of regulation and are cleared by the FDA for the home uses. تمام، يعني قلنا ال CLIA اعتمدت على الكرايتيريا بتاعت ال FDA في انه تحدد لنا هل الفحص ده under umbrella of heavy test or moderate or high complex. يعني الكرايتيريا دي بتخدها ال FDA وعلى اساسها بتجي ال CLIA بتمنح السيرتيفيكيت بتعمل ليه classifying للتست whether heavy high or moderate complexity. فالويفي تيست بنلقى انه في مجموعه من الفحوصات اللي ممكن نخدها تحت الامبريلا بتاعه الويفي تيست، عندنا زي الديب ستيك تيست اللي هو مثلا زي اليورين اناليسيس، يعني ديب ستيك تيست، او اليورين بريجننسي تيست مثلا ال اتش سي جي تيست فور بريجننسي، وعندنا مثلا البلد جلوكوز مونيتورنج ديفايسز اللي هو الاجهزه بتاعه الجلوكوميتر، دي كلها which are subjected to the lowest level of regulation and are cleared by the FDA for the home use. اللي هو ال FDA بتقول حتى ممكن نستخدمها at home، في المنزل ممكن نستخدم على الانسترومنتس دي. They employ the methodologies that are so simple and accurate as to render the likelihood of erroneous result negligible and pose almost no risk of harm to the patient if the test is performed incorrectly. يعني الويف التست دي هنا بتعمل لنا employing للميثودولوجيز اللي بتكون بسيطة جدا جدا وبتدينا accurate results، فبالتالي ما بكون فيها أخطاء كبيرة. يعني حتى لو في أخطاء بتكون أخطاء بسيطة ما بتكون مزعجة. طيب A full list of currently waived test can be found on the FDA website. يعني لو عايزين نعرف الـ other waived test according to the FDA ممكن ندخل في الويب سايت ده فبتدينا كل الـ tests that classified as waived test. The laboratories performing non-waived test يعني الـ certificate اللي بتمنحها CLIA to the laboratory ممكن تسمح لنا بانه تعمل لنا non-waived test اللي هو moderate or high complexity test must fulfill all the requirements for personal qualifications, proficiency testing and inspections, quality assurance and quality controls and patient test management. يعني moderate to high complexity test ده يعني لازم يكون في ريكويرمنتس معينة نتبعها عشان نقدر ناخد السيرتيفيكيت بتاعت الكاتيجوري دي. فمثلا دي في الغالب بتعتمد على البيرسونال كواليفيكيشنز اللي بيعمل لنا التست ده، منه هل الفيزيشن، هل الترينت او الكواليفايد نيرس، ولا مثلا جنرال براكتيشنر اند سو اون. برضه لازم يكون في البروفيشنسي تيستينج اللي هو ده البروجرام بتاع الاكسترنال كواليتي كنترول، لازم نتأكد انه نحن عاملين ابليكيشن لإكسترنال كواليتي كنترول بصورة بروبر. برضو لازم يكون في كواليتي اشورنس اند كواليتي كنترولز اند بيشنت تيست مانجمنت. The fourth category of point of care test is provided or is provider performing microscopy procedure or PPMPS which is a subcategory of moderate complexity test. اللي هو الكاتيجوري الرابع ده بكون
يعتبر sub category of moderate complexity testing. يعني ال PPMBS يكون جزء من شنو؟ من ال moderate complexity test. These tests involve the use of microscope limited to bright field or phase contrast microscope. المجموعة دي بتعتمد على البروسيدر المحتاجين نستخدم فيها مايكروسكوب أو الفحوصات أو الانفستيجيشنز اللي بتحتاجين نستخدم فيها مايكروسكوب، لكن بالضرورة لازم يكون either dark or bright field or phase contrast microscope. يعني مثلا الفحوصات اللي بنستخدم فيها مثلا diagnosis of treponema pallidum اللي هو بتسبب لنا السيفليس، خلاص، لأنه إحنا ممكن نستخدم مثلا phase contrast أو dark field أو bright field microscope وشيء من هذا القبيل. Generally the specimens are labile and cannot survive transport to clinical laboratory. عموما اي عينه ما بتتحمل وممكن يحصل لها destroyment او ممكن يحصل لها مثلا damage during the transportation، فدي ممكن نعمل نخطها تحت الامبريلا، ومحتاج بالضروره لازم تكون محتاجه لميكروسكوبيك بروسيدر، فدي ممكن نخطها تحت الامبريلا بتاعه البي بي ام بي اس. The only licensed physicians, dentists, and mid-level practitioners may perform PPMBS. يعني ال category أو التست اللي بيكون تحت الامبريلا بتاعت ال provider perform microscope procedure ما بيعملها أي زول. لازم either يكون physicians, licensed physicians، يعني يكون طبيب ممارس خلاص، يعني عنده رخصة بتاعت مزاولة المهنة، أو يكون dentist بنفس الصورة، أو mid-level practitioner. ديلا المسموح لهم في إنه يعمل لنا applying لل PPMBS test. هنشوف ال implementation of point of care test. طيب نحن لو عايزين نطبق ال point of care test in our clinic or in our hospitals، المطلوب مننا شنو؟ The first thing establishing the need. أول حاجة نحدد الحوجة بتاعتنا، نحن محتاجين لأي فحص نشمله في برنامج ال point of care test. So when establishing a point of care test site, the approach and steps in the implementation will be different in nearly every cases in so far as organizational culture and the financial situation of any given situation may vary greatly. يعني احنا لما نجي نعمل نحدد انه خلاص احنا عايزين نطبق البرنامج بتاع البوينت اوف كير تيست في المستشفى حقتنا او في المركز حقنا، ما بالضروره يكون نفس البروجرام ده مطبق في حته ثانيه، لازم يكون في شويه فاريشنز. الاختلاف ده بيكون على حسب الكالتشرال سيتويشن، على حسب الفاينانشال ايشوز، على حسب ال most common used test or investigations and so on. يعني في مجموعة من النقاط نحن لازم نراعي لها لما نجي نطبق ال point of care test. However, there are some common guidelines to implementation that apply to nearly every case. لكن في guidelines مشتركة نحن دي ممكن نحتاج لها لو عايزين نطبق ال point of care test anywhere. The support of organization must be present to evaluate the request for point of care test. Typically a multidisciplinary committee consisting of laboratory staff, physicians, nursing representativeness, and hospital or laboratory administration is formed to create a structure for receiving and establishing criteria for approving request for point of care test. يعني الموضوع بتاع الابليكيشن او الامبلمنتيشن اوف point of care test ما بكون موضوع بتاع جهة واحدة، لازم يكون multidisciplinary teams، لانه قلنا في النهاية البروجرام ده ممكن يقوم به different individual، ممكن طبيب، ممكن يكون نيرس، ممكن يكون laboratory staff، ممكن يكون مثلا general practitioner and so on. فلازم يكون فيه multidisciplinary team، فممكن يكون فيه laboratory staff، ممكن يكون فيه physicians أو الأطباء، يكون فيه ممثلين للنيرس، وممكن برضو يكون فيه مدير، المدير العام للمختبر أو مشرف المعامل في المستشفى المعينة. Before implementing a point of care test service, an interdisciplinary committee should address the question similar to those. يعني قبل ما نعمل implementation point of care test، ال interdisciplinary team ده لازم يكون في بعض الأسئلة يضعوها ويبحثوا عن أجوبة عنها على أساس إنه يقدروا يحددوا ال needs المحددة شنو أو المعينة شنو. Example of these questions مثلا which test is required and in which specific area. خلاص. How is the service currently provided and is this a means to resolve the problem. يعني دي بعض الأسئلة الممكن شنو
يخطوها في اعتبارهم الملتي ديسيبلينري تيم عشان يقدر يعمل امبلمنتنج لل point of care test. So what is the expected annual test volume؟ نحن مثلا محتاجين للفحص ده قدر شنو خلال السنة؟ مثلا محتاجين نعمل الفحص ده مثلا يوميا كذا مرة، محتاجين مثلا أسبوعيا and so on. خلاص، فممكن مثلا أنا فحص ما بحتاج له كتير أقوم أضمنه في برنامج ال point of care test program. فكده أنت حيكون في مبالغ مالية ضاعت ساي، وفي نفس الوقت الانستريمنت ممكن يبوظ يعني، أو ممكن تحصل له مشكلة. What clinical questions is being asked when requesting this test؟ لو أن إحنا عايزين نطلب التست ده، الكلينيكال كويشنز المطلوب قصاد التست ده شنو؟ والسؤال المفروض أو الريكوست فورم المفروض يكون في أي صورة أو في أي شكل. What clinical decision is likely to be made and action to be taken upon receipt of the result؟ بعد ما تحصلنا على النتيجة، الديسيشن ميكينج الممكن ناخده تبع للريزلت ده شنو؟ How will point of care test increase the patient satisfaction؟ خلاص، لأي درجة ال point of care test ده يعني بينال رضا البيشن مثلا؟ يعني ما ممكن أنا أقوم أعمل لي implementing لي point of care test ويكون مثلا ما ماشي مع ال patient satisfaction. أول المريض مثلا في type of sampling بالنسبة له مثلا يعني difficult مثلا أو unsatisfied. Are personnel competent to perform the point of care test? Are facilities available to perform the test and store equipment, reagents and documentation? قلنا واحدة من المشاكل اللي بتواجهنا في ال point of care test اللي هو العملية بتاعت ال storing of equipment and reagents and so on. فنحن نتأكد انه هل ان احنا عندنا برنامج يخول لنا انه نقوم ندرب ال individuals اللي حيشتغلوا لنا في ال point of care test بصورة تامة وصورة enough ولا لا؟ Will a change in practice be required؟ هل بنحتاج انه نعمل updating او upgrading للpractice regarding the point of care test بصورة regular؟ Can central laboratory deliver the required service؟ هل ممكن نحتاج لبعض المعينات من المختبر في المركز او في المستشفى المختبر الكبير؟ How do point of care test cost؟ نركز على الكوست، نشوف الreference ranges، نشوف الaccuracy والprecision compared to the similar test in a laboratory اللي هو نعمل comparison بين النتيجة اللي بنتحصل عليها من point of care test والنتيجة اللي بنتحصل عليها من نفس العينة من المختبر، بنشوف هل في variation ولا ما في variation. بعد ذلك على أساس بنحدد هل ممكن نعتمد point of care test ده ولا نغيره ب other analyzer and so on. Are available point of care test analyzer use friendly؟ هل الـ analyzers المتوفرة دي ممكن استخدامها يكون بصورة سهلة ولا فيه نوع من التعقيد؟ Can point of care test analyzer interface with laboratory information system and patient electronic medical record؟ اللي هو زي ما قلنا ممكن هل ممكن نقدر يعني نستخدم أو نربط الانسترومنت حق بتاع point of care test مع laboratory information system أو مع data management system؟ Are both internal and external quality control materials available؟ هل عندي كل الكنترول ماتيريالز من خلالها بعمل كاليبريشن على البوينت اوف كير تيست بروجرام سواء كان انترنال اور اكسترنال ماتيريالز كل كنترول ماتيريالز؟ Does the company providing point of care test analyzers and reagents offer a reliable support service؟ الجهة اللي نحن ممكن ناخذ منها الاجهزه بتاعت البوينت اوف كير تيست هل بتقدم لنا نظام بتاع اونجوين مينتيننس صيانه دوريه؟ وفي حالة يكون في مثلا في جزء من الجهاز حصل له مشكلة أو عطل أو محتاج لإزبير هل من القهوة متوفر؟ لأنه ما ممكن أنا أجيب لي جهاز من شركة يكون ما فيها قطع غيار أو ما فيها صيانة دورية، فدي بتبقى مشكلة. Other factors should also be considered، في عوامل أخرى لازم نخدها في اعتبارنا لما نكون دارين نحدد أو نطبق الـ point of care test. نشوف الـ space الأشياء دي حنخدها في أي مكان، هل في الـ operating room، هل في الـ nurse روم، ولا حنخدها مثلا في الـ ICUs and so on. Any previous track record of regulatory compliance، المحتاجين لأي صورة من صور الـ records أو الـ documentations. Personnel who will be performing the test، نحدد الأشخاص المفروض يعملوا لنا التست ده. And metrics to determine if the point of care test implementation is successful، برضو نخدها المعايير اللي على أساسها بعدين بنعمل evaluation للـ
البوينت اوف كير تيست امبلمنتيشن، هل طبقناه بصوره بروبر؟ هل في النتائج المرجوه من ابلكيشن اوف تيست اوف بوينت اوف كير تيست اتحصلنا عليها ولا في سم سورت اوف ديفكت اند سو اون؟ فدي الاسئله المفروض احنا نجاوب عليها في المالتي ديسيبلينري كوميتي قبل ما نعمل امبلمنتيشن للبوينت اوف كير تيست بروجرام. طيب حنشوف البوينت اوف كير تيست امبلمنتيشن بروتوكول. خلاص احنا حددنا الانواع الفحوصات المحتاج اليها، حددنا المكان، حددنا البيرسونيل او الاستاف المفروض يعملوا لنا الفحص او الفحوصات دي، حددنا الشركات اللي عايزين نشتري منها الاجهزه دي، قدرنا نحدد مثلا اجراءات الكواليتي كنترول الانترنال والاكسترنال كواليتي كنترول اند سو اون. الخطوه اللي بعديه شنو؟ بنجي لمرحله after making the decision to implement the point of care test, the responsible party select the method of choice and being validation. بعد ما خلاص حددنا ال point of care test experiment حقتنا، بيجي بعد ده نحنا نعمل selection للmethods المفروض نشتغل عليها، ومنها بيقوم نعمل validation للطريقة بتاعتنا اللي حنطبقها في ال point of care test. خلاص يعني حددنا الأجهزة، حددنا الاكسبيرمنت، بنجي مع ذاك المرحلة بتاعت الفاليديشن عشان نتأكد إنه النتائج حقتنا بعدين تكون valid، تكون accurate وreliable. Desirable characteristic point of care test analyzer include easy of use, method accuracy and comparability to the main laboratory method, portability, durability, low maintenance, simple quality control lockout features, simple sample handling requirements, barcode patient and operator identification capabilities, and the ability to interface with laboratory information system. يعني دي الايديل، دي الستاندرز المفروض تكون شنو متوفره في اي انالايزر احنا عايزين نستخدمه في البوينت اوف كير تيست بروجرام. يعني لازم الجهاز يكون سهل الاستخدام، النتيجة بتاعته لازم تكون دقيقة، وفي نفس الوقت ممكن نغارنا مع الريزلت اللي ممكن تجينا من المين لابوراتوري ميثود، وبرضه ممكن يكون سهل النقل، الديوريشن بتاعه ما ياخذ زمن طويل، ما محتاج لصيانة بصورة متكررة بصورة كبيرة، يعني تكون اعطاله بسيطة، يعني حتى اجراءات الكواليتي كنترول الكواليتي اشورنس ممكن نطبقه فيه بصورة سهلة، يكون فيه مثلا باركود، الباركود ده من خلاله يسهل لنا انه نقدر نعمل patient identification والoperator identification، يعني العينة حقت منه والانديفيدوال حيعمل لنا الفحص منه، لانه قلنا نحن في a lot of individuals to maybe perform this test، فبالتالي لازم يكون في operator identification واحدة من النقاط المهمة جدا جدا عشان لو في اي نقطة حصلت احنا نقدر نرجع له منه عشان نعرف الاشكالية اللي حصلت سببها شنو and so on. The manufacturer should aid in providing minimum acceptability requirements, instrument manuals, package inserts for reagents and quality controls, material safety data sheet and training materials. الشركة الموردة أو الشركة المصنعة للجهاز نحن خلاص حددنا إنه نستخدمه في point of care test program لازم تمدنا ببعض النقاط المهمة، مثلا يكون في instrument manuals، يكون في manuals يوريك انه كيف تقدر تشغل الجهاز، كيف تقدر تعمل interpretation للالارمز لو حصلت لك، كيف تقدر تعمل مثلا تتواصل مع الشركة اذا حصل لك عطل and so on. برضو الpackage inserts for reagents and quality controls، برضو يكون مثلا تدينا package للreagent والquality controls، يكون مثلا برضو في material safety data sheet و training materials and so on. The manufacturer also typically assist with instrumentation setup and validation studies. لازم الشركة هي تكون من الأول تجي تساعدنا في تركيب الجهاز خلاص، أو تشغيل الجهاز من الأول والvalidation خلاص، وكل ال quality control measures من البداية لغاية النهاية لغاية ما الجهاز يبدأ يشتغل يدينا accurate and precise test result، لازم الشركة تكون واقفة على الجهاز، بعد ذلك ممكن تسلمنا له. Method validation should conform the manufacturer specifications and procedure or policies should be written for each test. خلاص يعني نحن ممكن بعد ذلك نقوم نعمل يكون عندنا اجراءاتنا بتاعت الكواليتي كنترول اللي بنعملها في المختبر عشان نتاكد انه هل الجهاز ده يصلح ولا ما يصلح للاستخدام. خلاص فممكن
نقوم نعمل comparison مع reference method في طريقة معروف. دي reference method مثلا for measurement of blood glucose. نقوم نقارنها مع الريزلت بيجينا من الجلوكوميتر اللي احنا عايزين نستخدمه as example يعني. خلاص بنشوف مثلا ال sensitivity, بنشوف ال linearity and so on. كل ال quality control measures وال method validation measures بنقوم بنطبقها. بعد ذاك بنحدد هل احنا نقبل الجهاز ولا ما نقبله. This should not be simply a collection of materials obtained from the manufacturer. Rather, those or these documents should aid in the development of easy to follow simple and concise procedures. يعني لازم المانيوالز الكاركترستيك كل السبلايز اللي بتجي من الشركة يعني ما just collection of information. ما يكون بس جمع معلومات والسلام, لا تكون يعني أشياء مهمة جدا جدا بتساعدنا في إنه إحنا فينا نقدر نعمل implementing ل البوينت اوف كير تيست بروجرام بصوره بروبر ونتحصل على اكوريت بريسايز تايملي ريليبل تيست ريزلت. ذا بروسيدر شود انكلود انفورميشن اون ذا برينسيبل اوف ذا ميثود. الطريقه بعدين ان احنا ممكن نستخدمها في البوينت اوف كير تيست لازم تكون الطريقه دي مشتمله على البرينسيبل اوف ذا ميثود, المبدا بتاع الطريقه على اي مبدا بتعتمد عليه مثلا في فور ميجرمنت اوف بلود جلوكوز. بيرسونال كواليفيكيشنز المفروض يعمل الجهاز زمنه, هل الفيزيشن, هل الجنرال براكتيشنر, هل لابوراتوري ستاف, هل النيرس ستاف اور وات ايفر. نشوف السبيسيمنز يعني لازم قصاد كل تيست يكون في سبيسيمن معين ومحدده, هل هول بلوت, هل سيروم, هل سيريبروسبينال فلويد, هل يورين اند سو اون. ريجنتس سبلايز اند اكويبمنت ريكويرمنتس برضه لازم يكون محدد لنا الكواليتي كنترول والكاليبريشنز. بيشنت تيستينج بروسيدر reference range عشان بعدين نعمل interpreting للtest result. reporting limits and interfering substance if applicable برضو يحدد لنا المينيمم والhigh concentration الممكن تقرأ لي الطريقة دي تمام. برضو ممكن تحدد لنا برضو interfering substance if applicable يعني لو في اي interfering substance ممكن تأثر لنا على الريزلت برضو لازم تحدد عن طريق المانوفاكشرر. point of care test application. Point of care test makes up nearly 30% of the total in vitro diagnostic market in the United States. يعني أكثر من 30% من الفحوصات الممكن تدعمل في الولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن شنو؟ Point of care test. ودي نسبة كبيرة جدا جدا مقارنة مع السابق. A wide variety of point of care test devices can be loosely classified into a single use system handled or handheld device system, bench top device, or wearable device. يعني دي different category of analyzers اللي هو بتكون في ال point of care test. في جزء منها ممكن يسموها single use أو one use system. في جزء منها ممكن يسموها ال handheld device يعني can be carried by hand يعني. في جزء منها بتكون ال bench top device اللي ممكن نخدها في البنش. في جزء منها ممكن تكون ال wearable device اللي ممكن ال physician أو ال nurse يكون مرتديها مثلا. A point of care test devices are designed with a consideration for the operators who may have little to no laboratory training. يعني بنلقى انه ال point of care test على حسب الانسترومنت ممكن بنلقى انه في انسترومنت محتاجه لايزول يكون ويل اكسبيرت, في جزء منها ممكن ما محتاجه لايزول يكون مثلا في الميديكال فيلد يعني ممكن ات هوم. ممكن البريجننت ليدي نعلم الطريقه بتاعت ال البريجننسي تيست بتعمله كيف مثلا من اليورين سامبل, ودي حاجه ما بتحتاج ل لابوراتوري ستاف او لميديكال ستاف. عندنا الهاند هيلد ديفايسز ار سيتنج سمولر اند مور ارغونوميك وذ افري جينيريشن. يعني الاجهزه اللي بتكون هاند هيلد اللي هو ده كان بي كاريد باي هاند, فدي كل ما حصل لها ابديتنج بيكون شنو سمولر ان سايز, بتكون مور ارغونوميك, بتكون سهله ما فيها مشاكل مع كله إصدار جديد منه. A variety of analytical principles used in laboratory have also been implemented in point of care test devices. يعني ال point of care devices في مجموعة من ال principles المعتمد عليها. مثلا في جزء منها بتعتمد على مبدأ reflectance أو reflection of light. خلاص أو انكسار الضوء أو انعكاس الضوء. مثلا زي الأجهزة بتعتمد على مثلا زي الكلوروميترز, الاسبكتروفوتوميترز and so on. في جزء منها بتعتمد على مبدأ الالكتروكيمستري أو الالكتريكال امبيدنس. في جزء منها بتعتمد مثلا على مبدأ اللايت سكاترينج أو الاوبتيكال موجن. Part of them depend on immunoturbidimetry اللي هو دي اللي بيكون فيها انتيجين انتيبودي رياكشن
معها تربيديتي. في جزء منها بتعتمد على اللاترال فلو فلو ثرو اور سوليد فيس اميونو اسيز. خلاص عندنا برضو الاسبكتروفوتومتري مالتي ويف لينث اسبكتروفوتومتري. جزء منها بتعتمد مثلا على الفلوريسنس او التايم ريزولف فلوريسنس. وبارت اوف ذيم ديبيند اون بي سي ار اور بوليميريز تشين رياكشن خلاص او الجين اكسبيرت. فدي كلها تعتبر بارت اوف ذا برينسيبلز ممكن تعتمد عليها الاجهزه بتاعت البوينت اوف كير تيست. فمثلا عندنا مثال هنا الصوره دي بتوضح لي مثلا الديفرنت تايبس اوف بوينت اوف كير تيست انالايزر. مثلا عندنا البنش توب اباريتس او الانالايزرز, عندنا في الهاند هيلد ديفايسز, وعندنا مثلا الويرابل ديفايسز, وعندنا الانتليجنت ديفايسز اند سو اون. فدي ممكن تعتمد على ديفرنت برينسيبلز, مثلا على الاميشن لاين, ممكن تعتمد على الريفلكشن, على الماجنتيك فيلد, على الاكسايتيشن اند سو اون اند سو اون. اجين نشوف التايبس اوف بوينت اوف كير تيست انالايزرز. عندنا قلنا السنجل يوز كواليتاتيف اور سيمي كوانتيتاتيف كارتريج ستريب تيست. فدي ممكن نستخدمها مثلا نستخدم اليورين اند بلود كيمستري, يعني الفحوصات اللي بتعتمد على اليورين او البلود كيمستري, والفحوصات اللي بتعتمد على الديتكشن اوف انفكشن مثلا انفكشوس ديزيز ايجنتس او الكاردياك ماركرز او البريجننسي تيست او الاتش سي جي. فدي ممكن تكون تبع المجموعه بتاعت السنجل يوز كواليتاتيف اور سيمي كوانتيتاتيف كارتريج ستريب تيست. اذر انالايزرز بيكون تبع السنجل يوز كوانتيتاتيف كارتريج اور ستريب تيست وذ ريدر ديفايس. هنا بكون فيها شنو, فيها ريدر, فيها قارئ يعني. فدي مثلا زي الجلوكوميتر او الجلوكوز تيست, البلوت كيمستري تيست اور تيستس, عندنا الكواجوليشن ستاديز, الكاردياك ماركرز, الدراجز, سيري اكتيف بروتين, الرجي فيرتيليتي تيست, عندنا مثلا كلاميديا تيست, هيموجلوبين اي 1 سي تيست, يورين البومين, بي اتش, بلوت جازز, الكترولايتس اند ميتابولايتس. فدي كلها ممكن تكون تبع المجموعه بتاعت السنجل يوز كوانتيتاتيف كارتريج اور ستريب تيست وذ ريدر ديفايس. في اذر كاتيجوري بنسميها المالتيبل يوزز اور مالتيبل يوز كوانتيتاتيف كارتريج بنش توب ديفايس. دي ممكن يكون فيها الاجهزه اللي بنستخدم فيها مثلا ديتكشن او ميجرمنت اوف هيموجلوبين ومعه البيليروبين او البي اتش والبلوت جازز والالكترولايتس ميتابولايتس او الكاردياك ماركرز دراجز سيري اكتيف بروتين او السي بي سي و او الكونتمبرري بوينت اوف كير تيست. The analyzers are capable of delivering test results in less than a minute using a single step protocol on a variety of unprocessed specimens such as whole blood, cerebrospinal fluid, urine sample and stool specimens. قلنا دي الميزة اللي بتميز ليه point of care test من central laboratory. Duration بيكون قليل جدا جدا في point of care test مقارنة مع central laboratory. Ideally, the result of point of care test should meet the analytical specifications that are fit for purpose and should be comparable to those of the central laboratory. يعني احنا عشان نقدر نقول انه الريزلت حقتنا الجاي من البوينت اوف كير تيست دي ايديال ريزلت, لازم تحقق الغرض اللي من اجلها احنا عملنا امبلمنتيشن للبوينت اوف كير تيست, وفي نفس الوقت الريزلت لازم تكون اكوريت وممكن نقارنها مع الريزلت الجاي من المختبر المرجعي او المختبر المركزي. فالنقطتين دي لازم تكون متوفرة عشان نقدر نقول انه this is a result or ideal result from point of care test. The glucose testing is the highest volume point of care test. واحد من اهم الفحوصات وبتاخد حيز كبير جدا جدا في البروتوكول او البرنامج ال point of care test عندنا glucose level. So there are devices or these are devices اللي هو دي الاجهزة اللي ممكن تجهز لنا البلوت جلوكوز. These are devices with single use cartridge or strip that use the reflectance or electrochemistry analytical principles for glucose measurement. يعني ممكن تعتمد لنا على مبدا الريفلكتنس او الالكتروكيمستري عشان تقيس لنا البلوت جلوكوز. Hemoglobin A1C testing is also rapidly increasing although we are yet to see device that measure both glucose and hemoglobin A1C. برضه hemoglobin A1C nowadays برضه بقى مستخدم كثير جدا جدا, هو بنفس الصوره بتاعه الجلوكوز او قريب منه, وايفن انه ناو دايز في اجهزه ممكن تقيس لنا البلوت جلوكوز والهيموجلوبين A1C.
as a point of care test. دي حاجة كويسة جدا جدا وفي النهاية بتنعكس إيجابا على الدياجنوز والفولو أب of the diabetic patients. Both of these tests should not be used for a tight glucose control at bedside, but rather employed as monitoring procedures because of these cases of hypoglycemia as well as case of erroneous point of care test measurement due to interfering substances. يعني في نقطة مهمة جدا جدا احنا لازم نقولها. يعني الريزلت اللي بنتحصل عليها مثلا من الميجرمنت اوف بلود جلوكوز ثرو ذا جلوكوميتر ما بنعتبرها نتيجة نهائية في انه نحدد هل المريض عنده هايبوغلايسيميا ولا ما عنده هايبوغلايسيميا. يعني ممكن احنا عيان عنده دي كي اي دخل في دي كي اي بدينا له في البروتوكول اوف تريتمنت عايزين نعمل فولو اب للتريتمنت نشوف هل البروسيس بتاع الدي كي اي او الكمية بتاعت الكيتون بودس ماشي تنقص ولا لا فهنا ممكن نستخدم الجلوكوميتر لكن من الاول لازم احنا نسحب عينه ونرسل للسنتر اللابوراتوري اي ممكن نعمل ابلكيشن عن طريق الجلوكوميتر خلاص يعني نقوم نقيس البلوت عن طريق البلوت جلوكوز عن طريق الجلوكوميتر لكن بالضروره لازم ارسل عينه للمختبر ليه لانه سام تايمز خلاص ممكن يكون في ايرورز في اخطاء ممكن تواجهنا خلاص احيانا ممكن احنا ممكن ركزنا على اجراءات الكواليتي كنترول بصوره بروبر خلاص السامبل ممكن يكون ما قدرنا نسحبها بصوره بروبر تمام الجهاز كان فيه مشكله فانا بتوقع انه في لوت اوف بروبلمز ممكن تكون موجود فعشان كده لازم ارسلها للمختبر بعد ذلك النتيجه لما تيجي راجع بقوم بقارنها مع النتيجه حقتي الاول مره كان قريتها اتاكدت انه القرايه بتاعتي كويسه زيس تايم يعني احنا ما بنتكلم من الاول احنا اوريدي عملنا له كاليبريشن في الاول بمجرد ما جبناه عملنا كل اجراءات الكواليتي كنترول والميسد فاليديشن اند سون اند سون واعتمدنا الجهاز اوكي لكن زيس تايم هنا في اللحظه دي برضو لازم ارسل عينه للمختبر المرجعي بعدين استخدم الريزلت بتاعت الجلوكوميتر فور فولو اب تمام لانه قلنا في ا لوت اوف انترفيرنج سبستنسز في ا لوت اوف ايشوز ممكن تاثر على الريزلت وفي النهايه ممكن المريض يحصل له شنو كومبليكيشنز او ديتيريوريشن فعشان كده احنا النتيجه بتاعتنا بس ما بنستخدمها فور فاينل دياجنوز لكن It is better إنه بلخص في الجلوكوميتر نستخدمه for follow up. ودي هنا example للجلوكوميترز المستخدم مثلا في measurement of blood glucose. خلاص برضو في أجهزة ممكن نقيس بها other analytes rather than blood glucose. Mature point of care test areas employ test for the measurement of urine and blood chemistry, coagulation testing, pH and blood gases, hemoglobin and bilirubin and complete blood count. يعني معظم الـ 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 الأماكن اللي بتكون يعني عاملة application بصورة كبيرة للـ point of care test ممكن توظف لنا الـ investigations دي other areas of point of care test that are rapidly evolving are interoperative immunoassay of parathyroid hormone creatinine and cardiac markers in emergency department and infectious diseases يعني في جزء من الـ area اللي عاملة لنا implementing the point of care test ممكن تعمل لنا فحوصات اللي بتختص بالرينال اسيسمنت او الكاردياك اسيسمنت بالاضافه لديتكشن اوف انفكشوس ديزيز جاس اكزامبل انفورميشن اند بوينت اوف كير تيست اور انفورماتكس اند بوينت اوف كير تيست كابشرينج بيشنت ايدنتيفيكيشن اوبريتور ايدنتيفيكيشن ريفرنس رينج اند ذا ريزلت دوكيومنتيشن ان ذا بيرمننت ريكورد كان بي تشالنجينج وذاوت كونكتيفيتي قلنا واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا اللي بنلقاها في الـ point of care test اللي هو المشكلة بتاعت الـ documentation خلاص؟ فإن احنا المفروض نعرف الـ patient اسمه منو وبياناته نعرف الـ operator نعرف الـ patient sample الـ reference range والحاجة دي فدي بتبقى صعبة لو ما عملنا مثلا connection للـ instrument with laboratory information system نقوم نوصله مثلا بجهاز بتاع كمبيوتر ممكن نوصله مثلا بـ central computer خلاص ممكن نوصله مثلا ب داتا مانجمنت سيستم اند سو اون سو ديو تو نمبر اوف انترفيسز ذات وود بي ريكويرد بوينت اوف كير تيست انالايزرز ار يوزوالي كونكتد وذ لابوراتوري انفورميشن سيستم فيا ا دوكينج ستيشن اند اور داتا مانجمنت سيستم ذات كان كونكت تو مالتيبل بوينت اوف كير تيست ديفايسز فروم ديفرنت مانوفاكتشرر ثرو ا سينجل انترفيس connection to the laboratory information system or hospital information system for all data transmissions يعني واحده من الحلول الممتازه جدا جدا انه نحن ممكن عن طريق
اللابوريتوري انفورميشن سيستم مثلا، او عن طريق مثلا السيرفرز، خلاص ممكن نوصل نربط مجموعه من البوينت اوف كير تيست انالايزرز، ممكن تكون من ديفرنت كومبانيز، من ديفرنت مانوفاكتشرز، تكون مختلفه، خلاص نوصلها كلها مع بعض. بعدين ممكن تاني نوصلها بسنتر الكمبيوتر معين، بعدين ممكن نعمل كومبيرزر للريزلتس حقتها جايه مثلا لنفس الانالايتس او للانالايتس المتشابهه، وعلى اساسها بعدين بتساعدنا في الامبروفمنت اوف ذا ورك اوف ذيس انسترومنتس. This creates an additional step to entering test result into laboratory information system and later to the patient medical record. في النهاية دي بتنصف في مصلحة المريض، وممكن حتى نعمل reporting أو recording للتست result قصاد اسم المريض المعين، وليتر أو ممكن نستخدمها في العملية بتاعت الدلتا تشيك، يعني ممكن نقارن النتيجة الحالية مع نتيجة سابقة لنفس المريض، لأنه خلاص بتكون محفوظة في الانسترومنت أو في الكمبيوتر حقي تبع الريكوردز. According to the CLSI guidelines اللي هو حسب الكلينيكال لابوراتوري انستتيوشن guidelines، بنلقى انه في certain patient information should always accompany the patient test result across the point of care test device, the data management or laboratory information system and the medical records. يعني حسب الguidelines بتاعت CLSI لازم تكون في بعض المعلومات متوفر عن اي مريض، يعني مثلا البيانات المحتاجين لها شنو؟ عندنا البيشنت نيم، سامبل، شوف الاوبريتر، ديفايس ايدنتيفايرز، يعني نعرف اسم المريض، عنوانه، تايب اوف سامبل، اللي اشتغل الفحص كان منو، والديفايس ايدنتيفايرز الجهاز اسمه شنو مثلا وتبع اي شركه. برضه لازم نعرف الديت اند تايم اوف سبيسيمين كولكشن اند اناليسيس، also type of specimen, which type of specimen, whether whole blood, urine, CSF, serum, plasma, which type or others. يعني لازم نعرف نوع العينة شنو. test requested and test result with appropriate units. نشوف test request والنتيجة اللي تحصلنا عليها مع التمييز حقها، مثلا مليجرام بير ديسليتر، مايكرومول بير لتر، مليمول بير لتر، يونت بير لتر and so on. Error message and action message. برضو لو كان مثلا في errors يجينا مثلا alarm أو رسائل معينة، والaction should be taken شنو؟ مثلا جاتنا alarm مفروض نعرف الأرامل دي شنو، والaction المفروض نعمل شنو عشان نقدر نعالج الإشكالية الحاصلة دي. فدي بعض points اللي هو according to the CLS guidelines لازم تكون شنو متوفرة في أي مثلا point of care test device ربطناه مثلا مع ال data management system أو مع ال laboratory information system. بس I think that is all about point of care test، ودي ممكن تكون overview عن ال program بتاع ال point of care test program، وممكن ناس يعني تزيد وممكن تطلع بصورة أكبر توسع فيه، على أساس إنه قلنا ده واحد من المجالات المهمة جدا جدا nowadays، وبيقى بشكل لي أكثر من 30% من الإنفيترو دياجنوستيك تيست مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، وويرلد وايد برضو بدأ ينتشر بصورة أكبر. Thank you very much.